بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، تقدم لكم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هذا التصريح الشهري المتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد-19 ببلادنا للفترة الممتدة من 11 ماي إلى 7 يونيو 2022. بعد فترة بينية استمرت 3 أشهر منذ الأسبوع الأول من شهر مارس 2022، وتميزت بانتشار ضعيف إلى جد ضعيف لفيروس سارس كوف 2 في مختلف جهات بلادنا، ينتقل انتشار الفيروس من المستوى الأخضر الضعيف إلى المستوى البرتقالي المتوسط خاصة بالمدن الكبرى، حيث ارتفع معدل إيجابية التحاليل بشكل تدريجي للأسبوع الرابع على التوالي من 0.6% ليصل إلى 5% في الأسبوع الأخير، وأصبح مؤشر توالد الحالات يساوي 1.19. وموازاة مع ارتفاع مستوى انتشار الفيروس، فإن الحالات الخطيرة والحرجة الجديدة الوافدة على أقسام العناية المركزة والإنعاش لم تعرف تغيرا ملموسا أو ملفتا، حيث إن العدد يبقى ضعيفا ولا يتجاوز 20 حالة جديدة في الأسبوع، أي أقل بكثير من 1 لكل 100,000 نسمة. وهكذا فقد ولج أقسام العناية المركزة والإنعاش في 4 أسابيع الأخيرة 62 مريضا، في حين غادر 47 بعد أن تحسن وضعهم الصحي. وبالنسبة لحالات الوفيات فلا تزال مستقرة في مستوى منخفض، حيث سجلت في 4 أسابيع الأخيرة 10 حالات وفيات في المجموع، رحم الله الجميع. وفيما يتعلق بالرصد الجينومي لفيروس سارس كوف 2 ببلادنا، فقد أفادت آخر تقارير المختبرات المرجعية أن متحور أوميكرون هو السائد بمتحور فرعي مسيطر هو BA2، مع بداية انتشار المتحور الفرعي BA5، فضلا عن نسب ضعيفة لمتحورات فرعية أخرى. وعلاقة بالحملة الوطنية للتلقيح، فقد بلغ معدل التغطية بالجرعة المعززة 17.6% من مجموع المواطنات والمواطنين، مع معدل استمرارية يساوي 27.6%. وفي الختام، وبالرغم من عدم ارتفاع عدد الحالات الخطيرة والحرجة وكذا عدد الوفيات ببلادنا إلى حدود هذا الوقت، فإن الوضع الوبائي لكوفيد-19 على الصعيد الوطني لم يعد مريحا كما كان سابقا من حيث عدد الإصابات والتعفنات الجديدة. ومنه فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تستمر في دعوة الأشخاص المسنين وذوي الهشاشة المناعية والمصابين بأمراض مزمنة إلى تلقي الجرعة المعززة بشكل عاجل للرفع من مستوى المناعة لخفض احتمال الإصابة بالنوع الوخيم لكوفيد-19. إلى جانب ذلك، تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كافة المواطنات والمواطنين إلى العودة لارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة، كما تهيب بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية إلى ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي، مع التوجه إلى المؤسسات الصحية
للتشخيص وتلقي العلاج. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.